التقيت عددا من المعنيين في الشؤون القانونية بكرة القدم القطرية، يتحدثون أن زيارات يخرج السد من هذا الملعب إما خاسرا أو متعادلا. على كل حال نتذكر وإياكم تشكيل الفريقين لهذه المباراة. من جانب السد وضع القائمة التالية الفريق الضيف في هذه المواجهة، وضع إبراهيم ماجد، ثانية للزعيم ملعوبة إلى محمد إلى مامادو نيانغ اللي وضع كرة صعبة جدا على محمد مبارك، يستهل فيها السد مشواره في التسعين دقيقة بهذه المباراة. 1-0 عند الرمية أو عند ضربة الزاوية مع الدقيقة الثامنة بزمن شوط المباراة الأول. نتطلع إلى نذير بلحاج والركلة الركنية الموجودة الآن لمصلحة الزعيم. نذير بلحاج يلعب كرة في صاف فرجات من حكم المباراة، إعلان عن ضربة جزاء الآن للزعيم، ضربة جزاء وبطاقة صفراء. ومنازروني بالإضافة إلى حسين عبوتة، هل توقع أخذ الإذن؟ نيانغ تقدم وسجل الهدف الثاني، هدف ثاني لمصلحة الزعيم. السد الآن يتقدم بهدفين لهدف، هدفين لهدف الزعيم. الآن راؤول غونزاليس الذي حضر كبيرا إلى جانب المرينجي كناية عن الحلاوة البيضاء، فيجوز أن نقول يسجل الآن للمرينج الخليجي الهدف الثالث في هذه المباراة. 3 أهداف إذن، راؤول غونزاليس مني يستطيع تسجيل الهدف الثالث الآن لمصلحة السد. السد يسجل الهدف الثالث عن طريق راؤول غونزاليس. شوف الإعادة بالبطيء، راؤول غونزاليس والحضور بالهدف الثالث. سيباستياو الهدف التاريخي والهدف، وبعد ذلك محاولات كانت كثيرة في النصف ساعة اللي تلتها. شوط أول رائع جدا، شوط أول بلا شك من أجمل الأشواط اللي تبع لراؤول بعد نهاية الشوط الأول من المباراة. ضربة زاوية نذير بلحاج، نذير بلحاج يلعب الكرة منقولة، الرابع جاء، الرابع تسجل. قلت لك لا تتخيل، لا تتخيل، لا تتخيل، لأن السد راح يسجل الرابع، وأهوه جاء الرابع. السد استطاع أن يسجل هدف الرابع في المباراة لرمية جانب. 10 دقائق في الشوط الثاني من المباراة، لا يبدو لي أن السد اكتفى، ولا يبدو لي أن قد الآن من جانب قطر. كرة على الجهة اليسرى، محاولة مرور، واصل الكرة لراؤول، 5 وخميسة يا زعيم، 5 وخميسة يا السد، السد السد في أهداف لا تحصى ولا تعد، 5 أهداف للسد، 5 أهداف للسد، ونمسك الخشب، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. السد بخماسية قوية يزلزل القطراوية في ملعبهم. شوف الكرة مرة ثانية، تلقاها راؤول غونزاليس، راؤول ما يضيع، راؤول في مثل هذه الأماكن ما يضيع، يدرس في مثل هذه الأماكن، يسجل الخامس. 5 سداوية والله صعبة وقوية، 5 سداوية والله صعبة وقوية، وراؤول غونزاليس يسجل الهدف الخامس في المباراة، الهدف الخامس في المباراة. على نهاية شوط المباراة الأول أو على نهاية شوط المباراة الثانية، على مرة ثانية وانتو مش طبيعية، إلى خارج أرض الملعب أخيرا من علي أسد لضربة مرمى في صالح قطر عند محمد مبارك. خلاص ما هي إلا ثواني ومعها 3 نقاط جديدة، يصارع الريان بصدارته، سجل 7 أهداف والريان سجل 7 أهداف، لكنه تلقى 3 والريان لم يتلقى إلا. كان عنيف جدا من علي صابر، باعتقادي بطاقة حمراء. قرار سليم، قرار سليم يعني.